هو يعني حسام بيهددني بيبتزني، بيقولي كلام وسخ جدا عني وعن صحابي اللي هم المفروض ان هم قاعدين سند بأمر من الدكتور، يعني هم مش مقيمين معايا، بس ساعات بيجوا ولما بيلاقوني تعبانة بيفضلوا جنبي لحد الصبح وبينسوا في ميعاد شغلهم، ايوه لأني أنا مش المفروض أقعد لوحدي، وأنا فندم عندي مشاكل مع أهلي بسببه، وأهلي متخلين عني تماما، ومفيش حد، يعني أنا ماليش حد خالص، أنا ماليش دلوقتي غير ربنا وانتوا والدولة، وأنا عايزة ربنا يحميني من الإنسان ده اللي هو خلاني متدمرة نفسيا وبشتكي من كل حاجة ومش عارفة أتعالج، والدكتور نبيل شهيد اللي أنا كنت عنده كان في البيت عندي عليه زي حاجة جنونة كده للعلاج، بعد جابني عنده البيت وبوظ لي العلاج، وبعد كده خدني الدكتور قعدني عنده وعالجني لمدة 15 يوم وخلى جسمي نضيف بالكامل، وبعد جابني تاني برضه بالتحديد ورجعني تاني للقرف ده. فأنا يا فندم مش عارفة أعمل إيه، أنا حسام حبيب مربيلي إرهاب أنا وعيالي، طيب أنا مش عارفة أعمل إيه. انا عندي سؤالين يا شيرين هانم. رقم واحد، هو بيهدد بأي صفة وبيهدد بإيه؟ ده رقم واحد. مش رقم عارفة اتنين، مش عارفة احنا مش عايزين ايه عارفة من الدولة او الاجهزة تعمل ايه؟ إن هم يحموني ويحموا عيالي من شخص مجنون ملوش صفة، هو ملوش صفة ملوش صفة. تمام. طبعا الناس هتقول طب انت ليه بتسمعي كلامه؟ ليه بتروحي له؟ بالتهديدات يا فندم، بالتهديدات بيقعد يهددني، كان في كلام وسخ جدا يا فندم والله العظيم، قال لي كده وحياتي وحياة راس بناتي، قال لي الدكتور ده بيتكلم عليكي وحش، فاكر لما قلت لك؟ قال لي بيقول على اهلك ناس واطيين، وشوف انت منين وانت وعيلتك لا عامل لا، ازاي؟ هو المعلومات اللي انا عارفها يا مدام شيرين ان هو عايز يوقع بينك وبين اي حد يقرب منك، دي بينك وبين حقيقة اي دي حد حقيقة تثق فيه. معلش دي انا عارف، حقيقة لان دي حقيقة. الدكتور نبيل وبعدين انا كل مصر عارفاه الدكتور نبيل ده ابويا طبعا. ابويا، يعني انا لو شافني عريانة يغطيني. يا فندم وقعدت عنده قبل كده في البيت مدة كبيرة جدا، ما شفتش منه غير كل احترام وخير.